ضيفتنا من الخرطوم وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي. مساء الخير دكتورة مريم، مرحبا بك معنا على سكاي نيوز عربية. طبعا موضوع سد النهضة هو الموضوع الأساسي الذي أود أن أسألك عنه. الموقف الإثيوبي على ما هو عليه، على ما يبدو إثيوبيا ماضية في مخططها للمرحلة الثانية من ملء السد. ما هي الخيارات المتاحة أمام السودان إذا قامت إثيوبيا بالفعل بخلق أمر واقع جديد في شهر يوليو القادم؟ مرحبا بك أستاذ مهند، ومرحبا بكل مشاهديك والمشاهدات، وكل عام وأنتم جميعا بخير. وأنت بخير. استمعت بانتباه للتقرير الذي تقدم به زميلكم سامي، وهو شرح النهج الإثيوبي العقيم الذي يعمل على تغيير المواقف ومحاولة تغييب الوعي. نحن الآن في زمن المعلومة لا تغيب. السودان ظل في كل طيلة هذه المفاوضات وظل داعم لبناء هذا السد الذي فيه الكثير من الفوائد للسودان ولمصر ولإثيوبيا بالتأكيد إذا تم بالتوافق. وكما تعلم أستاذ مهند، أمر الأنهار الدولية ليس قصرا ولا وقفا على نهر النيل. هي كل الأنهار في العالم هناك مرجعيات قانونية، هناك اتفاقيات دولية تحكم هذه العلاقات. بالتالي بالنسبة للظروف التي تمر بها إثيوبيا الآن من الانشقاقات الداخلية والحروب الداخلية والاستقطابات السياسية الحادة، للأسف هي تسعى أن تستهتر بعلاقة استراتيجية مع جارات السودان ومع رفيقتها في النيل مثل مصر، لأن تكسب مكاسب سياسية للانتخابات القادمة المتوقعة قيامة في أوائل يونيو القادم. لذلك تحاول أن تصرف من الأنظار من المشاكل الداخلية أولا، وثانيا أن توحد الجبهة الداخلية، لأنه نعلم جميعا أهمية سد النهضة لدى المواطن الإثيوبي العادي الذي دفع من ماله من أجل هذا السد العملاق، السد المفخرة بالنسبة لأفريقيا. لذلك هي محاولات عقيمة تقوم على إرسال رسائل غير صحيحة وتغيير الوقائع. ما تم في كينشاسا مؤخرا في الفترة في أوائل هذا الشهر الجاري من 4 إلى 6 كان تعنت إثيوبي وقصد واضح ليس فقط رفض المقترحات البناءة التي تقدم بها السودان ودعمته فيها مصر، إنما أيضا محاولات للاستفزاز للدولتين. ومن بعدها جاءت للأسف تصريحات مؤسفة من وزير الري الإثيوبي يقول أن مصر والسودان رفضتا جنوب إثيوبيا، وجود جنوب إثيوبيا، ويقرر أن ذلك لأنهم يعني لا يحترموا أفريقيا. يعني محاولة مباشرة لخلق الفتن ليس في داخل. طيب معالي الوزيرة، يعني ما بين الدول الأفريقية، مع ذلك السودان ما زال متمسكا بمسألة المفاوضات. هذه المفاوضات كل الجولات التي جرت حتى الآن وصلت إلى طريق مسدود، آخرها كان في كينشاسا. طيب ما هي المرحلة التالية، ما هي الخطوة التالية إذا كانت المفاوضات قد وصلت إلى طريق مسدود؟ نعم يا سيدي، نحن ننطلق من مرجعية قانونية واضحة توافقنا عليها في 23 مارس 2015 عبر إعلان المبادئ الذي تم توقيعه هنا في الخرطوم بمجهودات حثيثة للسودان ما بين مصر وإثيوبيا، وظل السودان أبدا يلعب دور الوسيط. بموجب ذلك هناك مرجعيات محددة. أولا هناك عندما يحدث اختلاف، هناك المادة 10 تتحدث عن التسهيل وتتحدث عن، لأنه كما تعلم المفاوضات كانت تقوم بصورة مباشرة ما بين الجهات الثلاثة. إذا عجزوا عن الوصول إلى اتفاق يذهبوا إلى مسهلين، وبعدها إلى وسطاء، وإلى دعوة الرؤساء. نحن يعني طيلة الفترة فاتت عملنا بصورة حثيثة على أن يكون هناك تسهيل مجدي وأن يكون هناك توسط مجدي، ولم يحدث، كان آخرها ما حدث في كينشاسا. لذلك ذهبنا مباشرة بتقديم دعوة من دولة رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك لرؤساء دولتي إثيوبيا ومصر للتفاوض المباشر. حتى الآن لم تصلنا ردود
قاطعة بشأن هذه الدعوة. نحن على تنسيق مباشر مع إخوتنا في مصر، حتى الآن لم يصلنا. إذن معالي الوزيرة، أنتم تنظرون إلى المفاوضات المباشرة على أنها ربما الطريقة الأفضل من المضي قدما والاستمرار في جلسات التفاوض برعاية الاتحاد الإفريقي؟ الجلسات أصلاً كانت بصورة مباشرة ما بين الجهات الثلاثة، صحيح. ولكن عندما تعثرت في 2018 تدخلت أمريكا وقامت بإنجازات مهمة جداً في أول العام 2020، وذلك أنهى حوالي 90% من القضايا، ولا تبقت حوالي 10% خاصة في الجوانب القانونية. توقفت أثيوبيا آنذاك وتعذرت بأنه لديها قضايا داخلية، وللأسف لم تعود مرة أخرى. عاد رئيس الوزراء السوداني وقام بمبادرة أفضت لأن جنوب أفريقيا التي كانت تقود الاتحاد الأفريقي قامت بمبادرة وافق عليها السودان ووافق عليها الثلاثة. ولكن تلك المبادرة التي امتدت من يونيو 2020 وحتى فبراير هذا العام لم تسفر عن شيء، بل بالعكس إثيوبيا نفسها رفضت تقرير الخبراء المهم جدا، الخبراء الأفارقة والذي قبل السودان. نحن نقول أن المفاوضات والتي هي كانت نوع من التسهيل أو نوع من الوساطة ما بين الدول الثلاثة، لذلك الآن قبل أن نمضي إلى مجلس الأمن وهذا الأمر لأنه يهدد الأمن القاري وبالتأكيد يهدد الأمن العالمي. أنا بدوري أرسلت رسالة لرئيس مجلس الأمن وأطلعت، وذلك قبل 4 أيام، أطلعت على الأوضاع وما أسفر عنه الوضع الآن بعد اجتماعات كينشاسا، وطلبنا من مجلس الأمن أن يكون على اطلاع بهذا الأمر وأن يراقب بكثب هذا التطور مع إصرار إثيوبيا على تهديد أمن المواطنين السودانيين ما لا يقل عن 20 مليون مواطن سوداني مهددون. طيب ما المتوقع معالي الوزيرة من مجلس الأمن؟ يعني ما الذي تنتظرونه من مجلس الأمن كخطوة تالية في حال استمرت إثيوبيا على موقفها المتعند وفي حال لم تسفر هذه المفاوضات عن أي نتيجة؟ هل تتوقعون صدور قرار مثلا من مجلس الأمن حول هذا الموضوع؟ لا، الآن نحن أطلعنا مجلس الأمن عما يدور ليكون مطلع وليحذر دولة عضوة من المضي في إقلاق الأمن في منطقة مهمة وفي منطقة من العالم كمثل ما تفعل إثيوبيا الآن، ولكن نحن الآن ماضون إلى دعوة الرؤساء الثلاثة ليجلسوا بصورة مباشرة ليجدوا مخرج من هذه الأزمة التي تصير إثيوبيا لأسباب الداخلية ولمشاكل السياسية الداخلية في محاولة زعزعة الأمن لجارات السودان خاصة، لصرف الأنظار عما تعاني من مشاكل واستقطابات سياسية. نحن نتأمل لأن هناك قدر مميز من المعرفة ما بين الرؤساء الثلاثة، خاصة الرئيس عبد الله حمدوك ورئيس الوزراء الإثيوبي، أن وبالتأكيد رئيس الوزراء المصري، لأن يجدوا مخرج وعبر التواصل مباشر. ونحن نعتقد في رئيس الوزراء الإثيوبي الذي نال جائزة للسلام قدر من الوعي وقدر من الانتباه لأهمية السلام في بلده وفي منطقته وفي القارة وفي العالم، أن يتصرف بمسؤولية رجل الدولة. طيب. وبما تمليه عليه مثل هذه الجائزة. نحن لذلك ماضون أيضا في جولة دبلوماسية في أفريقيا وفي دول العالم المهمة لإطلاعهم على هذه التطورات الخطيرة. كما تعلم سيدي أن الآن الملء الثاني محدد له موعد الخريف الذي سيكون، وهنا المشكلة دكتورة مريم. يعني الآن نافذت الوقت المتاحة بدأت تضيق، يعني الوقت المتاح غير ليس طويلا، وبالتالي يجب التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن. ولكن على ما يبدو على الأقل من المواقف المعلنة لإثيوبيا هي ماضية في عملية الملء الثانية، بدأوا برفع البوابات العليا للسد، وهذا يدل بشكل أو بآخر على أن الخطة الإثيوبية ماضية وتريد فرض أمر واقع. سؤالي هو مرة أخرى دكتورة مريم، إذا فرضت إثيوبيا مثل هذا الأمر الواقع، ما هي خطوة السودان في ذلك الوقت؟
السودان ماضي في خطوات كبيرة على المستوى السياسي والمستوى الدبلوماسي، ليس الآن مجال الحديث عنها، لأننا نأمل أن يعود الرشد لإثيوبيا تتعامل بصورة فيها، لأنه لا ليس من ثمة كاسب خاسر في الأنهار الدولية. ما لم يتواضع الجميع على معادلات كسبية فالكل خاسر. لذلك المأمول الآن في إثيوبيا أن تتصرف برشد كما يمليه عليها القانون الدولي، كما يمليه عليها التزامة بموجب توقيعها في إعلان المبادئ في 2015، كما تمليه عليها أسس حسن الجوار وهذه الأشياء. نحن لا كما تفضلت، واضح إنه أثيوبيا مأخوذة بمشاكل الداخلية بأكثر مما تنتبه لما تخسر من علاقات استراتيجية وما تخسر من مكاسب كبيرة. هذا السد هو مؤهل لها، سد النهضة مؤهل لأن يكون إشراقة لكل القرن الأفريقي بل للقارة. طيب دكتورة مريم، حتى نختم موضوع سد النهضة إذا سمحتي لي، يعني السيد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء يقول ليس لدينا نية لخوض حرب ونحن عازمون على حل أزمة سد النهضة من خلال الحوار. طيب إذا لم يتوصل هذا الحوار إلى حل لهذه الأزمة، ما الذي يمكن عمله حينها؟ كما ذكرت لك يا سيدي، الحوار ينتهي بانتهاء رفض دعوة رئيس الوزراء، لأنه نحن ننطلق من مرجعية قانونية توافقنا عليها جميعا، وهي مبادئ إعلان المبادئ ل 2015 الذي يتحدث عن الوساطة والتسهيل أو اجتماع الرؤساء. إذا انتهت التفاوض أمامنا بعد ذلك مفتوحة كل المجالات السياسية والدبلوماسية وهي كثيرة جدا، ليس هذا أوان الحديث عنها، ولكن نحن بالتأكيد إثيوبيا تسير في درب خطير. نحن في السودان عازمون على السلام، ولن نسمح لأي جهة أن تصرفنا عن السلام الذي صرفنا من أجله الكثير. نحن الآن نقوم بوعي وبثورة قامت على السلام، ونحن الآن حكومة السلام، ماضون في الاستقرار الاقتصادي، نعمل لمؤتمر باريس، الحمد لله زال اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بالتالي السودان منفتح على العالم. طيب. والآن نستعد للاستثمارات وغيرها، ولن نسمح للمشاكل الداخلية لإثيوبيا أن تجر السودان ولا أن تجر المنطقة لهذه المغامرات الحمقاء. ونحن كما تعلم سيد دكتور عبد الله حمدوك هو رئيس منظمة الإيجاد، بالتالي معنيون باستتباب الأمن والسلام في كل المنطقة بما فيها إثيوبيا، أن نعيد من هذا التوجه الأرعن الذي مضت فيه للأسف. طيب دكتورة مريم، ملف آخر هو أيضا مثار أو يثير توترات بين السودان وإثيوبيا، ملف الخلافات الحدودية. إلى أين وصلت هذه المسألة الآن؟ المسألة ببساطة، السودان هذه حدود السودان المعلومة والموثقة منذ 1902 وتأكدت 1972 وترسمت في 1903. نحن لن نقبل بانتهاك لسنتيمتر من أرض السودان، هذه أراضي سودانية، الجيش السوداني انفتح فيها قائم بواجبه، حتى راعى أن لا تكون دون إراقة دماء قطرة دم واحدة إثيوبية بعد أن انصرفوا إلى قضاياهم الداخلية في الشمال في إقليم التجري. بالتالي الوضع على ما هو عليه، الجيش السوداني منفتح في أراضيه، قائم على أمر حماية حدوده. والآن موسم الزراعة يأتي، المزارعين السودانيين سيكونوا في مواقعهم وفي أراضيهم في مختلف الأراضي السودانية. نحن بالتأكيد يعني قلنا بوضوح، هناك عدد من المبادرات في هذا الأمر، قلنا بوضوح نحن سيادة السودان ليست محل تداول ولا محل تفاوض ولا محل حديث.
سيادة السودان الكاملة على حدوده كما ترسمت في 1903 وأكدت اتفاقية 1972. هذه نكثف عليها العلامات بصورة واضحة. بعد ذلك نحن منفتحون للأمن الداخلي، ليس فقط لدول الجوار التي بالنسبة لنا هي دول مهمة، إنما حتى السودان واحدة من ركائز الأمن الغذائي العربي. بالتالي على هذا الأساس نحن لدينا شعور بالمسؤولية تجاه إقليمنا. وكما قلت لك سيدي، دولة رئيس الوزراء هو رئيس منظمة الإيجاد، بالتالي يهمنا جدا الاستقرار والسلام في كل المنطقة. معالي الوزير، الأوضاع في غرب دارفور متوترة بشكل كبير، هل تخشون عودة الاقتتال إلى هناك؟ الآن قوات حفظ السلام انسحبت بعد التوصل لاتفاق جوبا، هناك خشية الآن لدى البعض من عودة الاقتتال إلى غرب دارفور، أود أن أسمع رأيك في هذا الموضوع. نعم، هذا أمر مهم. كما تفضلت سيدي، ولاية غرب دارفور خاصة عاصمتها الجنينة حصل فيها عدد من التوترات في الفترة السابقة. هذه الأخيرة كانت أشدها عنفا للأسف، ولذلك تم نقاش الأمر بجدية كبيرة وبصورة أساسية في مجلس الأمن والدفاع الذي يترأسه رئيس مجلس السيادة قائد الأعلى للقوات المسلحة سيادته البرهان، وسافر هو على رأس وفد رفيع. نتج عن هذه الزيارة المهمة أولا الإصدار مصفوفة فيها مختلف الجوانب، تعالج مختلف الجوانب خاصة الجوانب التي تفضلت بذكرها، الجوانب الأمنية والعسكرية، وأيضا الجوانب السياسية والجوانب الاجتماعية من تصالحات، وأيضا الجوانب الإنسانية للنزوح الكبير الذي تم خاصة في هذا الشهر الفضيل، والأهل كلهم مسلمون الآن، يعني في تنادي كبير للدعم الإنساني لهم. لذلك وكذلك كما تعلم نحن لدينا خطة كبيرة ومهمة لحماية المدنيين. هذه الخطة الآن أنشئت قوات الواجب كقوات سريعة مرنة من كل المجموعات العسكرية بما فيها إخوتنا الذين انضموا عبر السلام من الأطراف العملية السلمية. بالتالي هناك جدية كبيرة جدا في هذا الأمر. نحن الذين يهمنا مصلحة أهلنا وسلمهم وأمنهم. صحيح أن الإرث أو الورثة أو التركة جاتنا من عهد بائد، ولكن هذا ليس بمبرر لأن تراق نفس واحدة. لذلك نحن نأخذ الأمر على قدر عالي من الجدية. وكل الأجهزة الدولة السودانية على قامت ليكون هذا الحل حل جذري ويخاطب المخاوف ويخاطب كل القضايا من جذورها بصورة عملية ومباشرة، يشرف عليها الرئيس البرهان ويقف عليها بصورة مباشرة دولة رئيس الوزراء بصورة أساسية. طيب دكتورة مريم، في الدقيقة المتبقية أود أن أسألك عن إلى أين تسير الأمور، العلاقات مع إسرائيل. هناك حديث عن أنه وفد سوداني سيتوجه إلى إسرائيل، كيف تسير الأمور فيما يتعلق بالعلاقات بين إسرائيل والسودان؟ أيوة، فيما يخص هذا الوفد هو حديث عار عن الصحة، ليس له أساس البتة. لم يكن هناك وفد أمني ولا غيره يغادر لإسرائيل. ولكن فيما يخص هذه العلاقة، هي علاقة تقوم عليها أجهزة السلطة، تم التوافق أن تكون إجازتها عبر المجلس التشريعي البرلمان السوداني، وبالتأكيد هي قضية يجب أن تجد إجماع السودانيين جميعا. وكما تعلم سيدي، نحن الآن انفتحنا على كل العالم بصورة أساسية بعد إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منفتحون على العالم. أما في خصوص هذه العلاقة فهي يجب أن تكون محل إجماع الجميع، توافقنا أن يتم التوافق عليها عبر البرلمان السوداني إن شاء الله. شكرا جزيلا لك يا دكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، كانت معنا مباشرة من الخرطوم.